السلام عليكم. احنا النهارده في وادي نطرون، بنصور ست فهدين مزروعين جوافة وزيتون، وده السكن، وده عنبر صغير موجود في الأرض. دي جوافة مثمرة لسه الحب أخضر، وده زيتون لسه ما بشرش، قدامه سنة على ما يبشر. ياريت تدعمونا باللايكات، واللي مش مشترك في القناة يشترك، اشتراك مش إجباري. أرض ملك نهائي محافظة البحيرة. أرض موقع كويس، 4 كيلو من أول أسفلت، أقرب أسفلت الأرض، أسفلت الفرعي. 10 كيلو من الصحراوي مصر اسكندرية. ومخمس مانجا في الأرض. الست فهدين فيهم زيتون، فيهم جوافة، وفيهم مانجا، كم خط كده معمول مانجا. وهي طاقة شمسية الأرض، وكهرباء ممارسة. ودي مانجا طرحة اهو لسه صغيرة، واربع حبيات بسم الله ما شاء الله. وجوافة بسم الله ما شاء الله محملة، بس المشكلة ان الحباية لسه صغيرة وخضرة، والورق اخضر مش باين. احنا عاملين تليجرام لطلبات حضرتكم، اي حد بيعوز اي حاجة له طلب خاص بيبعت لنا على التليجرام. اللينك موجود على القناة، لينك التليجرام، واي حد عاوز حاجة معينة بيبلغنا واحنا بنجيب له. يعني في ناس بتكلمنا وبنجيب لها طلبها. بالنسبة للسكن، سكن ريفي على قده، جوافة بسم الله ما شاء الله، حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة نظيفة، شوية العفش والحاجات دي كلها بتتنظف، مفيش أي مشاكل. صراحة عاوزة تتصور وهي الحباية صفرة، انه بسم الله ما شاء الله محملة، حاجة بسم الله ما شاء الله عليها. ملوحة المية 900،
احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الحاجات التقنين، جبنا لكم برضو اسعار في التقنين معانا من 120 ل 150 قسط، فيها على 6 شهور، فيها على سنة، فيها على سنة ونص، حسب الدفع وحسب الاتفاق. دي الحدود، دي الدنيا بيننا وبين الجار. تقنين دافع، جزء من 15%، ده حباية صفرة اهو، كام حباية صفرة باينين اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وياريت تدعمونا باللايكات، واللي مش مشترك في القناة يشترك. الأرض فيها طاقة شمسية، وفيها استراحة، وفيها عنبر، ومزروعة جوافة وزيتون. ومانجا الشمسية اللي في الأرض، وملوحة المية 900. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وهنسيب لكم الكاميرا توريكم المناظر اللي في الأرض، الزراعة وحلاوتها.